وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد الآن في مجلس راي. يا مرحبا. بسم الله نوريهم الكاب. خلنا شوف. هلا. هذا رقم واحد. رقم اثنين. عندنا بدر يشرب شاي مع رز. يا سلام عليك. أنا بصب شاي أول شيء. لا 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 لا. والله قاعد أشكر جيم حرام عليك حاسب شعوراتي. باخذ مني كم تفاحه؟ تفاحتين. رايد رايد وش سالفه مجلس رايد؟ طيب وش فكره المقطع يا ناس؟ والله العظيم وتالله وايم الله انه المقطع هذا ما اتفق مع احد ولا ادري ايش بنسولف ولا كذا. مجلس رايد نبغى نوريكم جلستنا، فلذلك انسوا من اللايك والاشتراك. جلستنا احنا نقول انسوا اللايك يمكن سالفه. في شيء ما تعرفونه عيال، والله العظيم ما تعرفونه كلكم. المقطع اللي راح 16,000 مشترك ما شاء الله. اصلا بالله العظيم 16,000 مشترك ما شاء الله. عزيزي المشاهد اذا اعجبك المقطع اشترك يا بعد قلبي عشان دعوه للي بيشترك. يا رب ان الله يدخله الجنه. امين يا رب. آمين. الله يوفقه بدراسه. هذا بيشترك جديد. هذا بيشترك. طيب عمك شيء انا بسوي حركه. وش ابلغي اشتراك اشترك. لا لا يلغون وينسون. فا اي والله حياكم الله. شايل هم الشياب لا يلغون. طيب نبي نفتح موضوع عيال. عزيزي المشاهد انا اسف باخذ من وقتك بضع ثواني فقط. مقطعنا اليوم برعايه جينشن امباكت. لعبه جينشن امباكت يا جماعه الخير نزل ابديت جديد 3.1 مره جامده اشياء تصدمون. راح يكون مركز على الماب الجديد اللي هو الصحراء اسمه سومارو. الماب هذا مستوحى من القرى الوسطى من الشرق الاوسط. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. في شخصيات جديدة وأسلحة جديدة والذول الوحوش الأشرار كبار شيء جديد كل شيء جديد موجود في هذا العالم. شخصية ساينو 5 نجوم شخصية نايلو برضو 5 نجوم شخصية كاندوس 4 نجوم. شخصية لها قصة الحال وراح تخش وتلعب بالقصة صدقوني بتستمتعون بشكل مو طبيعي يا جماعة الخير. ترون من اللي بيفوز اللي ما قد حمل اللعبة أو ما لعبتها من قبل هذا أكثر شخص بيستمتع. أشياء جديدة وراك عالم كبير. وإذا جينا بنتكلم عن لعبة جينشن امباكت يا جماعة إدمان بين قوسين إدمان تدمنون اللعبة بشكل واو. اللعبة مليانة محتوى يا جماعة الخير برضو في قصة لازم تمشون معاها من أول يعني. فصدقوني الشخصيات ركزوا على الشخصيات تعجبكم. أحلى شيء باللعبة إن الفايتات إنمي يا جماعة اللي يحبون الإنمي مثلي. أريكاتو كوسايباس كذا عرفت حروب الانمي ضربة بالضبط. في شيء ما تعرفونه لعبة جينشن امباكت من افضل العاب الجوال فاز جوائز بسنة 2020 سنة 2021. اللعبة متوفرة على اندرويد على الايفون على البي سي بلاي ستيشن 4 بلاي ستيشن 5 يعني وين بتوجه تحصل لعبة موجودة ومجانا. ويوم السبت بث مباشر على قناتي بتويتش بنلعب انا وشونغ وراكان ضد صهيب وروب وبهاء بيجي جلد فالرابط تحصونه بالوصف رابط اللعبة برضو تحصونه بالوصف الحقوا عليها وحملوها مجانا. خليكم على مقطع راكان. والله جاء ان شاء الله. لا لا والله ما لا والله ما لك علاقة بالموضوع بس ابي اقول لك راكان والله العظيم ما تدري وش صار لنا في سفرتنا احنا العيال. اي والله اعوذ بالله اغضب بالله. بدر كان معنا؟ لا بدر ما كان معنا. لا بطير. انا واحمد ورايد ومودي. ايوه طيب احنا خلصنا من سفرتنا وراجعين السعودية فاخذنا رحلة الى ماليزيا. قعدنا ماليزيا كان المفروض نقعد يوم بس احمد تعرف مره حاب بسرعه يبي يخلص الامور قعدنا نص يوم تسوقوا الشباب هذول وجينا بنرجع اخذنا من كوالالمبور الى جده. تمام ركبنا الطياره يا رايد. ليش افتح الموضوع الان مو عشان المقطع لا لان اليوم العيال دخلوا علي بالغرفه عشان انا قاعد اشوف مقاطع طيارات من بعد اللي صار لي ابي اشوف الطياره كيف تطيح وش الطياره الطاحث. يا ركان ما يدري معلمناك بالسالفه. لا تكفر طيب. ركان تكفر. اسمع والله العظيم انه اكثر يوم من اكثر الايام اللي صحت فيه الصدق صادق الصدق انت سافرت معي تعرفني كذا والله العظيم كم يبكي سيد والله العظيم. اسمع لازم قبل ما اقول لك سالفه انا عندي ما اكثر شيء اخاف منه في الحياه الطيران والحياه صح معروف هالشيء. المهم طلعنا ركبنا طياره تاخرت الطياره نص ساعه. الطيران ايش؟ الطيران والحياه ثعابين. اه الحياه اي والجن يعني الله يحفظك ان شاء الله. المهم ركبنا الطياره تاخرت نص ساعه انا نمت. انا على طاري الخوف كل واحد يخاف من ايش يقول انت تخاف من ايش سالفتي وينها يا عيال سالفتي وينها سالفتي وين. المهم هذه بعد السالفه اي انا ركبت الطياره وانا نمت استنى انهم يخلصون الامور اساس نقلع. جت قومتني قالت لي صلح السيت حقك يلا بنقلع. حلو قومت العيال كلهم قالت يلا نصلح السيت صلح السيت ايه تعس
ما في شيء. الاجواء مره حلوه، الاجواء ما فيها اي شيء يا ركان ابدا. طبيعي. يين ويرفع. الطياره مره كبيره مستحيل تحس في اي مطبات هوائيه. الحمد لله وحنا في البزنس صح، كلنا بزنس يعني المفروض انه ما يجينا ما نحس ان السيتنا اريح وافضل من الامور، ما حسينا ولا شيء. الطياره مهيئه والله العظيم، الطياره مهيئه، الطياره مهيئه انك ما تحس هذه الاشياء. احنا سافرنا كثير ونعرف ضرنا ولا حسينا باي شيء. اول اول ثلاث دقائق ابدا ما حسينا شيء، لين يوم بدينا ندخل في الغيوم. اليوم دخلنا في الغيوم مره كان شفت سهل لما يصورك وانت ماشي 500 في الشارع. برق دخل على الطياره، شفنا طيارتها الظلام كل الطياره بيضاء. لا يا عيال اسمع لا اسمع لا مكان لا لا مو هنا مو هنا مو هنا. طحنا جديد. تعال سار عشان لا كذب تعال طحنا ايه مو طحنا دخلنا اسف دخلنا في شو اسمه عاصفه يسمونها عاصفه رعديه ثندر ستورم عاصفه رعديه او اسم المطر شو يقولونها بالعربي شو يقولونها بالعربي ان جاك ذاك البرق والرعد والمطر القوي اللي يسمع الطياره. الطياره قامت تسوي ترقص يا مرحبا. لا الحين لما اقول لك لما اقول ترقص تحسبني اسوي كذا صح؟ انا في السيت حقي اسوي كذا. لا لا شفتك كذاب صق راسك فوق. المهم السالفه مو هنا، السالفه انه صارت كذا لمده ساعتين ما يقدمون لك طلبات، ما يقدمون لك طلبات، كلهم يطيح زمن ما خلاص. انا تشهد والشهاده ها؟ انا ختمت القران يا ربي. بعدين فجاه ايه جانا مطبات هوائيه مره مره قويه لدرجه ان استمرت. انت معك العيال؟ كلهم معي انا ومودي ورايد واحمد. صدق استمرت الى 45 دقيقه تقريبا. شال حق الحزام لمده 5 دقائق، والله يمكن اقل يمكن دقيقتين. الا نظم ذيك الضربه مره ثانيه. يحطها مره ثانيه، ما شالها الا بعد ساعه ويمكن ساعتين، ساعه 45 دقيقه وساعه 50 دقيقه، بس انا وش صار لي؟ انا وش صار لي؟ انا مت، بدل ما قلت لك انا صار صح؟ انا مت، قعدت اصيح، تعرف الصياح اللي خلاص بموت، شفت الموت قدام، جت المضيفه، ايه؟ شو كنت تضحكون؟ السلام اقول له صب لي زين. المهم جت المضيفه واللي جنبي الكلب الامريكي قاعد يقول وير داينج وير داينج. احنا مقسما بالله اسوء رحله اسالك بالله قسما بايات الله اني قعدت اصيح اني ما قدرت اتنفس من كثر الصياح. جاني مودي يهديني صياح الموت ده. جاني مودي يهديني موت. طيب ليه خايف؟ ليه خايف؟ ما اقدر اشرح لك. انا انسان اخاف من الطيارات، اخاف مره. طيب انا وش صار في؟ انا بغيت انجا، انا مت، انا خلاص مت. يا رب اشهد اللهم اني تايب ولك فقمت توبتي. يا الله ابى اشوف مين مين يريحني اذا خفت. احمد ما يخاف قلبه ما في قلب. يوم شفت احمد ايه التبدل احمد يوم شفته يقرا قلت ايه انا ميت يقرا وش والله العظيم ايوه والله يقرا والله قلت خلاص يا ايه انا ما سمعت السلام من جهتي ايه اسمع الروايه من جهتي انا مين جنبي مودي المهول العظيم مودي يا عيال مهول يمسك الراس انا من بدايه الرحله عشت شنباتي اهدي مودي واضحك وتكتك لكن الرحله ذيك كنت منزل الشيت ومنسدح مودي مقروش شوي اشوف المطبات تصدق تصير قويه صدق قلت لا يمكن بس هوا ابغى اشوف شكل مودي وانا قاعد اضحك والله اني ابغى اضحك على مودي يوم اقدم راسي واطالع مودي يميني وش شفت هناك؟ شفت قياس الطياره يوم اطالع برا احنا في ليل الجو مو باسود الجو ازرق اي والله بروق ورعود احنا داخلين على العاصفه ازرق 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 قسما بالله احنا على العاصفه داخلين يوم شفت الروق والرعود يمين ولا في ساري والله ازرق بعد ومودي خايف والعيال خايفين والطياره تهز قلت لا والله بقرا مهبات في اللحظه اللي قلت هذه الكلمات لا يهتمات لف علي مودي ايه وينسى الخوف كله ويقعد يضحك يا الله كل بقرا مهبات ايش فيه بس مودي ايه بس مودي قال لنا قال لي انا كنت خايف شوي بس يوم لفيت على احمد عاد ما ادري هو قال لي كذا اني انا يوم لف عليك وشاف وجهك انه خاف مره يا اخي انا يوم شفت احمد اقسم بالله بغيت اموت انا مت والله يا عيال اني قلبي ينفض اني اقول لا 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 ما انت ميت لا مالك وش تقول لهذيك المضيفه؟ المضيفه ايش قالت لنا يوم احنا قلنا ايش بيصير بنموت؟ ايش قالت لك؟ قالت لي كذا انا انام طبيعي المطبات هذه انا انام فيها باقي ما شفت شيء قلت له شو؟ ما شفت شيء؟ ايش هذا والله رايد انا ما انا متجهز اني اموت الطياره صح والله متخيل والله شوف انا ماني متخيل طياره عاديه تطير انت بتموت طبيعي انك بتموت طياره عاديه بتطير طياره فيها الموت وش فيك انت يعني وش بيجيك؟ لا تبعد انا قارب فاضي سمعت سبات اول مره اسمع
ما بقى أم في البحر ما سبق. السواق حق السفينة بيدخل جنة صراحة الله العظيم. طيب. أنا أشياء سريعة. قطار موت. لا 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 ما أسرع لا ما أسرع. يا ولد اقول شيء سعبيلي خلصت اذا ما تطلع سعبيلي دموع مالي يدور تبي الخصك اياها طار كابه انجن طار كاب خير بدون كاب اول مره بدون كاب يعني بدون سروال اول مره بس ابشر تدري شيء يضحك الموضوع كله انه كل ما دعس قارب احمد سوي له ايوه هذا ايش قال العامل ايش قال؟ قال اذا عجبكم الوضع سووا لي كذا مين اللي قدام مودي واحمد انا ورا بموت هذاك ما يشوف وجهي انا اقول ابا موت يا بطرش يا عيال سب هذا يسوي هذاك يسرع ما يشوف لما خلاص انا ما ادري شلون اصدق يا رايد انا صدقي انا ما ادري شلون اصدق من السبات اي يمكن من السبات قلت اشياء جديده يعني ما ادري وش ابا موت زراق انا ما مغمى علي اللهم لك الحمد ما قد اغمى علي بحياتي هالمره شفت زراق شيء غريب بحياتي والله قلت لا يا حياتك فون ابو نور شاف وجهي رايد رايد وجهك بحد ذاته عبره انت في شيء ترى يطلع فيك انت تدري ان عيونك تطلع اي مره عيونك تطلع روح طيب خلينا ندخل بسالفه ندخل بسالفه المخاوف والرعب انا بقول لكم انا بتكلم انا قاعد اشوف شيء تمام الناس اللي تخاف انا اقدر الخوف واقدر بس مصطلح فوبيا مو يستخدم على اي شيء تمام صح يمكن زي فوبيا مع الثعابين هذا اوكي هذا زي اذا شاف الثعبان يمكن يغمى عليه انا اقدر بدر يوم دخلت عليه ثعبان ذيك المرة أنا كنت خايف مرة تذكر إيه شفتني بهيئة أول مرة تشوفني بهيئة إيه والله إيه والله ثعبان حقيقي ذاك اليوم إيش ذا فالواحد يجي وخاف من أشياء ولكن أستغرب من الشخص اللي ما يحاول إنه يعالجها ويحلها يعني زي الطيارة يا أخي أنا أقدر أصدمكم بشيء واحد تدري إني أقدر أكسر مخاوفي بالثعبان بس ما أقدر أكسر مخاوفي بالطيارة تدري ولا لا؟ ليه؟ أقدر أنا بربطها لك أنا عالجتها مع مودي والله صدق أنا كنت خايف من إيش؟ خايف من الموت في النهاية الواحد خايف من الموت صح؟ طيب الشيء هذا كيف تقدر تقاومه؟ انك تؤمن بالقضاء والقدر الان انت مؤمن بالقضاء والقدر وتشهد ان لا اله الا الله ليه تخاف؟ خلاص ومت ما بموت الا باليوم اللي كتب لي ربي انا مكتوب لي اول هذه الساعة بموت فيها انا ما عندي حق وحق انا بقول لك شيء شيخ ما انا متجهز للموت لا 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 انا وقت انا اشوف انه تهلكه ولا تفكر يديك انه تهلكه بعد لا الطيران شد وقتها صعب الطيران اوكي طيب زي السيارة سيارة تهلك ممكن اصدم طيارة امن من السيارة ندرون امن وسيلة نقل بس الحوادث السيارة تكاد الطيارة نقطة احمد حلوة انه ليش من الواحد يقعد يفكر انه خلاص ان جاني شيء انا بموت قضاء قدر قال مودي مرة ثانية لو كذا واحد ما عاد بيخاف فهم بس في نقاط الخوف طبيعي فينا انا ايه الخوف شيء طبيعي بس ان فكرة انه انا كيف افوز على الشيء هذا واتغلب عليه يا اخي صعب ما تقدر تفوز عليه مستحيل والله ما تقدر وقتها انت تقعد تفكر كيف هذا الشيء بيهجم عليك؟ وش بيسوي؟ فهمت؟ كيف اذا جاني كيف بعالجه وقتها؟ خلاص انا ميت صح صح انا معك فشلون انا اقدر؟ انا معك معك في نقاط صعب انك صعب مي بسهله مي بسهله مره بس في بعض الاشياء بتسبب لك متاعب حياتك بتصعب عليك حياتك يعني بكره غير ولاد سافرت كل سفره بتسوي نفس الشيء ممكن بكره تكنسل مشروع او تكنسل شيء بسبب انك ما تبي تسافر فهذه لازم انك تحلها لكن مثلا وقت كانت تخاف من الصراصير الحشرات مو خوف تتقرف تشمئز اشمئزاز مالك اشمئزاز طبيعي انا صار لي موقف ما حد يحب انا قطار في وجه واحد ليش ابي هنا؟ عشان كذا اكرهها انا الثعابين ليش انا اخاف منها؟ لان الشيء اللي ما اتوقع حركته ايوه فجاه جالس فجاه ينقز علي صح شيء جديد اضاف الى سلسله الفوبيا حقتي انا السعفاء ايش؟ شفت مقطع من التيك توك يا عيال اسمعوا ايش؟ لا لا اسمع اسمع يا عيال اسمع انا اتكلم زلعفاء اتكلم اتضحكون كلكم صح؟ شفت مقطع من التيك توك يا الله زلعفاء كانت مدخل راسها مسويه مسكينه كان واحد مد لها شيء ويطلع ذاك الراس اللي ثلاث شفته الله يرحمه بالله المقطع موجود اسمع سلعفاء مدخل راسها في بزيل بزبوز افتح تقطع صوت ضربة سيف ترى عضلة السلحفاة تقصيد القص لا 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 هذا جديد مو كل السلحفاة يا رجال والله انواع اي انواع بس معلش بشكل عام يعني الثعابين مو كلها سامة في طيب على سالفة الفوبيا والخوف في اشياء ما تذبح يعني في ناس يخافون من الاماكن الضيقة انا تودي مصعد مو اخاف لكن ديني كتمه شوي لا 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 ما يقدر يعني مصعد ما اقدر ادخل مصعد ما اقدر لا يا اخي شلون كذا
انا كثير، انا شايف كثير فوبيا، اكثر واحد انمي احمد، بس صبر ما اسوي شيء. ملاهي كلها الالعاب، اي لعبه فيها سرعه ولا لعبه فيها نزول ولا في شيء مستحيل مستحيل. بحر انسى اني اسبح بحر، بحر سمك يلا مستحيل. اسماك وايد مستحيل. شوف احمد شلون اقنعت ابو خالد ذاك اليوم جالس جنبي قلت له ابو خالد انا متخوف وفعلا كان خايف. مره قلت له ابو خالد انت لا خايف من الموت، كلنا ندري ان الموت جاينا جاي، لكن المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. قو قلبك توكل على الله واؤمن بالقضاء والقدر، ما بيصيبك الا اللي كتبها ربي لك. فانت تخاف من حاجه انت مالك يد فيها وانا مالي يد فيها، والشيء هذا اصلا ما يصير، واللي يسبب لك الوسوسه الزايده والتفكير لا تفكر، خذها كانها لعبه وتوكل على ربي. اقرا مع اولادك توكل، قل دعاء السفر والباقي على رب العباد. لا تشغل نفسك بالتفكير الزايد، اذا انت اؤمنت بالقضاء والقدر خلاص توكل على الله. انت انا معك، بس يا اخي برضه يجيني تفكير يا اخي ما ودعت اهلي ولا ودعت اخويا يا اخي، كلها دشات تجي في بالي. ليه ما تجيك السياره ماشي 120؟ ما ماشي 120 فرض، ما لا تجي عشان انا كذا فرض 180 قدامي. ليه ما تجيك هذه؟ ليه ما تجيك؟ يلا ها، ليه ما تجيك؟ ليه ما تجيك وانت راكب جيت سكي داز في الامواج؟ لان الايمان بالقضاء والقدر هو الزبده. لو اني انا راكب سياره عشان كذا بخاف. فرضا جاك واحد سكران صدمك. اي انا معك، بس يسوي الحوادث في السياره بالاضعاف من الطياره، فمو منطقي ان عقلك يخليه يوهمك ان هذا الشيء بيسبب موتك. انت لازم تواجهه واعيد النقطه المصيريه. والله سهله مره. طيب وش سوى ابو خالد؟ واجهه واجهه امه صار يطقطق. واجهه واجهه الطياره الثانيه كلها هي هذه كلنا خفنا منها. ايه شفت الطياره الاولى مسخفنا ووصلنا جده، انا وغير مخططنا ان ناجل سياره نرجع خط. خرجتني فوبيا طيران. ما بعدين قلت اسمع مني انت ما شفت شيء، ترى كلام هذا لو انك ما انا بموت. بعدين قلت بيرفول شجع بعض انه يلا عشان ما يجينا فوبيا خلنا ناخذ سياره. لا الاجتماع اذا اخذنا سياره بنوصل 4:30، اجتماع الساعه 4 يب، بندخل الرياض 4:30 فبنتاخر على الاجتماع. قلنا قول نقابل مخاوفنا يلا نروح نرجع طياره من جده للرياض. انا وهو ومودي واحمد خذ طياره ثانيه لانه ما لقى ما كان في مقعد. والطياره مره طيبه يا سلام. يوم وصلنا الرياض يا مرحبا بالليل ما عرف ينزل ما عرف يهبط عج فل كذا الطياره. انا قلت خلاص هذا يومي ما جت هنا. نطلع من موجه الفوبيا ولا شيء. الصفات اللي تحبونها بالشخص الكريم انا احبه، واللي يتقبل مزح برضه انا احبه، البخيل هذا عدوي اللي معاه بس يعني يبين لك خويك شفت خويك يبين لك انك عيطي يعني ولا مره عزمك ولا مره سوى فهمت يعني. في واحد عارف من 5 سنوات ولا مره عزمني. وش ذا؟ طلع مغيبه اليوم الاسود قسم بالله هذا اكره ام اي واحد بخيل قيط يمسك فلوسه هذا عدو. حتى بخيل على نفسه والله. اي اللي بخيل على نفسه بعد. دقيقه كم اب تلقى لبسه وش ماغه 6 مرزام بتأفض عنده ملايين مزبنها براضي مزبنها براضي. انا شوف اسمعني راي ابي اقول انت شمري زين انت شمري وش ما ابره وشو يعني ما مفتوحه بيبان الشمري ما بيبان فهذا قهوه مبيعه فهذا جينات انا اشوفه كل جينات. انت مره طاغي عندك الكرم انت ما شاء الله. حتى يا جماعه بس عشان تدرون ترى باب غرفته مفتوح ما يقفل. شو مجلس ليش؟ اي والله ما يقفل حتى خلاه جلسه ارضيه. اي والله جلسه عشان احب الجمع ما احب الجلسه الحاليه. بس انك تاخذ منه قطه بعد شو حق الكبسه؟ لا ما راح اخذ منك قطه عشان لا هذا بخيل مستحيل يا جماعه مستحيل. بالنسبه لي انا انا احب الواصل اللي ما يقطع. اي احب الواصل اللي ما يقدر. انا اقدر الواصل يا عيال له مكانه في قلبي كثير كبير 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 مره. الواصل وال صفه غريبه يا اخي ليش؟ طب يعني واصل هل واصل يعني هو دائما يبادر يقعد يكلمك؟ مو بعد يعني ما يقطع فجاه ما القاه يختفي فجاه لا واصل 24 ساعه موجود. في 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 حتى لو اني انا ما عرفت بالمثال سافرت انا يومين اول واحد يرسل لي بدر ها كي. بس هي مو يعني طيب يعني اجيب لك مثال واصل يعني ما ينقطع هذا اول شيء. الثاني شيء لا اله الا الله شو يقولونه بالعربي؟ نصور يا مرحبا يا مرحبا والله لو الحين طالبين من وين؟ تو يوصل تو من الشرقيه اقسم بالله اوصل قبلك ورب الكعبه اوصل قبلك حقه امسك واقول شكرا لك والله ما اقول شكرا عفوا جيب جيب المهم انا الواصل اقدره والحقاني اقدره والكريم اقدره طيب ابو شاي انت طيب انا مين اللي ما احبه؟
وتعبني المهول ما يعرفون كلمة يهود الأسرار يعني اللي مبالغ خلينا المبالغ أوضحها المبالغ واللي يخلي من اللي كده من الحبة قبة لازم إيه واللي يا الله وش صاير الحين نسيت القلم ما أقدر أعيش معاه في غرفة واحدة يتعبني ولكن في بعض تصرفات بسيطة فأنا مبادرة مني أحاول إني أساعد فيه إني أحله زي الطيارة مثلاً مو بتهوي أنا أعرف إنه خوف وإنه زي كذا فأساعد فيه معلش أعطي سالفة فيها تهوي صارت لك هذا حق يعني كل يوم وشي عطني واحدة واحدة بس عشان أفهم وش والله بتعرف إني من كثرة تنسى تهوي أنت جالس تتكلم عن شيء تهوي يعني وشو مثلاً أوه والله شيء هذا حار لا قصة أنا عن علمك أنا شربت قهوة أحمد قهوة أحمد شربت أمر أحمد أيوة. كبر الموضوع ايش فيك شربت منه طيب مثلا غرفتني نظيفة لا كذا يعني لا ما في أحد يسوي زي كذا لا زي اللي قلت لك أنا زي يعني كدا. أنا أعطيك مثال طفل بي سي عليه فجأة لا بي سي خرب أنا ما أقدر أشوف لا كذا شو اسمه فيك هذا اسمه ميوت طيب مثلا واحد صار له نفس الحكاية وخرب مقطعه عادي يهول ولا مو عادي لا في أشياء عادي هذه حقه مو مبالغة إيه لا غبنة كأنك تقصد لا أوقفك هنا ورد تخيل معي أسكت تخيل معي عزيزي المشاهد إنك تقعد 24 ساعة تفكر بفكرة مقطع وتجمع العيال وتصورها وتقعد ساعة ونص تصور وتتعب ويلا المقطع لازم ينزل ويتخلص يطلع مقطعك بدون صوت وبدون شيء علم الكرام أحمق مسبوح ثواني ما خلصت طيب أسلم يطلع مقطعك بدون شيء بتقول يا لحظة معلش أنا هولت أنت استهبلت إيش سويت وش سوى أنت تهول فوق لا أنا بعرف أنا وش التهويل اللي صار أنا قلت يا الله يا ساتر لا يا ساتر مقطع لا والله نسيت ايش ما قلتها اقصد انت هاي مهول مهول قول يا ساتر والله ادرس مع نفسي ودق على دكتور نفسي تعال خذ وراح المستشفى الحين ابي اقنع نفسي شلون اقدر بالموضوع عليك أمنقص اي والله انا مبسط صرت يا عيال صفه المهول حلو وش بعد عندك عندي المهول حلو طبعا في هذه خلص منها حقه الصلاه اللي ما يصلي هذا لا خلينا نقول الشخص إيه؟ اللي يشغلك في الدنيا اكثر منه يعني إيه؟ يحرص على طيب الامور المهول إيه؟ هذا واحد المنافق والوجهين حلوه هذه كارثه اللي يعطيك وجه يروح عند وجه صفه ثالثه اللي تجلس انت وياه مثلا المكان ويروح يتكلم على شخص بشكل سيء اكش يختابه يعني بأي مكان سواء في أو ما في لا تجي عندي اتكلم عن شخص بشكل سيء فاطلب مني واستثني منهم الناس اللي زعلانة وتفضل حلو النقطة دي إيه فإذا أنت ضايق صدرك مثلا من دكتور في الجامعة يا أخي الدكتور هذا ما يرحم واختباراته صعبة يا أخي ثقيلتينه كل شوي يجيني ويفوكسني ممكن أخذ وأهون عليك بس جيني يا أخي شفت فلان كريم ثقيلتينه أخي ما لا انا ايش يضمني بكره انا استوب انا خط احمر ايش يضمني بكره ما تروح تقول الكلام هذا عندي عند شخص ثاني هذا ابعد على طول ابعد حلوه ذي حلو اوكي صفات ثانيه كذا مصيبه كارثيه والله في اشياء صراحه احس ان قبل شيء مربوطه بوش بعد الفتنه اي الفتان انا الصفات اللي احبها ايه صفات احبها ايه صفات تحبها حلو طب انا ما قلت لي احبها يا ما انا بقى حتى عنا قلت ذا انت قلت يا راجل اي صح انا كنت احب الكريم صح ايه الصفات اللي احبها في صفة موجودة في واحد هنا موجود الانجاز الحرارة الواحد اذا كان حار بعطيكم مثال اذا احنا مثلا سافرنا ولا رحنا اسوينا اي شيء لو الشخص هذا مو موجود راح ننام في الغرفة 24 ساعة الله اكبر ما راح نسوي اي فعالية بسم الله ايه ترى الحرارة هي كويسة بس لها سلبيات انا اقول لكم صفة أحبها هي الحرارة، صفة أكرهها هي الحرارة برضو كلها اثنتين يعني من شلون أن تجي لو أبغى أصور مقطع مثلاً هذه الصفة ما أبغاها في اللي يصورها يجي مقطع معي أبداً ما أبغاها الشخص هذا ما أبغاه ليش؟ ما عاد قاعد أتوتر أتوتر وأتنرفز وأبي أطاق المقطع خايس
ايه والله ما بغطاك خلاص انا بغطاك. فهي كويسه وسيئه شلون اعالجها هذا ما ادري والله ما تتعالج خلاص انا ما اتعالج لا 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 تعالجي وش الزرقاء ارد على ذا ايه تفضل ايه تفضل من حقك لا بس ترى ما يعني هو اعطاك وجه بس نفس النقطه هذه اعاقب عليها انا اعاقب موضوع الحراره وقت التصوير اذا الشخص انا احترمتك من حقك اذا الشخص خلينا نتكلم بشكل عام لو سمحت مو وقت التصوير لو سمحت وقت العمل لو سمحت لو سمحت لو سمحت اه تفضل لا تقاطعني عندي حق في ممتاز اذا الشخص ما يقدر وقتك وقت اللي معاك الله يحسب ان اليوم يومه والوقت كله وقته وانك جاي عشانه تشتغل عند رجوله وتساعده وتسوي له لا لا ابدا 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 هذا جزاتي اللي اروح واقوم الكل واسعى واسوي واحط وتعال يا فلان سوي فلان ما يبغانا نساعد يبغانا نمشي وراه يلا يا فلان يلا انا عندي حاجه واحده في حياتي كلها اذا صارت انا يعني اذا حسيت ان وقتي قاعد يضيع بدون ولا فائده مثال احمد عندنا تصوير الساعه 8 انا الساعه 7:50 واقف قبل 10 دقائق 8:30 بدل يضبط الكام 9 مقدمه ليش طيب وقتي ساعة اعطيتك ترد من حقي اني افصل شوي في ذا لاني ما فصلت كويس طيب الحراره فيها ايجابيه كويسه وفيها سلبيه شين طيب وش الايجابيه الكويسه يمشي الشغل الشغل يمشي انجاز انجاز يمشي 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 انجاز 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 سلبيه اللي قلتها انا يا بدر حلو اذا جيت اصور في معوقات كل واحد في وقت التصوير ولا الشغل في معوقات خارج عن الاراده شيء ظروف كونيه واحد ما هو يعني ينزل مطر وقت التصوير ولا ظروف ما اقدر عليها حلو المشكلة شيء يضحك في الموضوع المصور بنفسه قاعد يضحك يدري انه هبد وكلش لا بس النقطة السلبية التوتر يضيع علومك اتوتر واعرفها ترى ما يدري يوتر لكني اطلع رجال طلعت رجال ماسك قناة فريق مشاهداته فوق المليون هذا ما نختلف عليها طيب صفة ثانية صفة احبها او اكرهها صح؟ اكرهها اللي مو بواضح واللي مو بصريح الغام يو يا الله هذا عكسها تماما ابو نوح ابو نوح الوضوح عنده ما يهمه ما له العاطفه على جنب والوضوح قدامك كذا ما يهمه اي شيء يشوفه قدامك على طول بيقول لك اياه هذه صفه فيك حلوه بعد واضح انا مره بس بنفس الوقت ترى في شينه الوضوح في وضوح الصراحه راحه لا في وضوح الصراحه راحه لا في وضوح هو يوصل له هو دقيقه انا احس انه شين انت قاعد تقول يقول ما احب ايه هو ما يحب بس يحب الواضح ايه يحب الواضح ايه انا ابغى شخص واضح لا تجيني ما ادري كذا تلف وتدور ما ادري وش تبي عرفت ولا انك تقول كلام ما تفهم انا ايه تقول كلام ولا واضح يعني ولا واضح وش المقصود فيه عرفت اوه لا انا اقصد كذا لا خليك معي واضح مره خليك معي واضح حتى لو انه كلمتك تزعلني وتقهرني بس خليك واضح معي خلاص هذا كذا ممتاز صح نغير الموضوع الحين اسلم موضوع نبي موضوع عن الجمهور وش اكثر شيء يوتركم بالجمهور انا بقول لكم شيء صار لي عطار الجمهور في جي احت بسيط شيء قريب وانا اسلم على الجمهور احب يعني اخذ واعطي معه كويس بعضهم العب معهم فجيت واحد من الناس وجيت ولعبت مع حجر وكان ممتاز فلعبت كنت ابغاه يفوز علي حلو فاول شيء حجر ورقه مقص وحط ورقه وحط حجره وافوز كنت بكرها عشان وش بي عاد احط مقص حجر ورقه مقص احط طيب ذكرت الله وش سوى ورقه كويس ثالث مره كويس قلت رجع لازم يفهم وقول له حط حجر ورقه مقص وحط ورقه يقول لي كذا يا ودي ادفع فلوس عشان ما جابونه والله اللي في الصف اللي وراي المنظمين كلهم فهمت اللي معه انا وجهي برد ما عاد اقدر التفت
اللي قدامي ما عاد اقدر اقول له شيء، انا هو بطل ثاني ما عاد ادري شو اقول له. صور خلاص ابي اطلع ابي اطلع ابي اطلع ابي اطلع خلاص. انا بقول شيء صار لي في معرض جي 8، واتوقع اللي ممكن يعرف عن السالفه هذه نواف، لان نواف هو الوحيد اللي شافني معصب ذاك اليوم. طبعا احنا نصف سرا وان الناس تجي تصور معنا وتنتظر من هالامور صح. جاني واحد وصور معي وزي اللي قال ابي اسولف معك، يعني ما عندي وقت ما اقدر، احنا عندنا ساعه واحده بس ولا ساعه ونص نصور مع الجمهور، واللاين حقي كان مره طويل ما عندي وقت اني اخذ وسولف معك. المهم خلص اللاين حقي، تعرفون لما يخلص اللاين انا اروح ادخل من جهه الاس سي، ادخل من جهه اليسار، وانا مسكني وانا طبعا ما اقدر اقول لا ولا انا بدخل عندي شغل ونص. سولف معه جاء قال لي عبد الرحمن، اول ما جاء سولف معي صارت دائره، صارت دائره من الناس فيعني يمكن في 20 واحد وهو في النص وانا بالنص وكلهم كذا خلونا زي الدائره. قال يا عبد الرحمن ليش ما عاد لا استغفر الله، ليش ما تدخلون هذا اليوتيوبر معكم؟ ذكر اسم واحد، ذكر اسم واحد من اليوتيوبر. اوكي قلت لها انا ما لي دخل، يعني لو انه معنا بالعكس بفرح وبستانس ياما، يعني كنت قد لعبت معه من الامور انا بستانس مره بكون سعيد، بس هذا شيء يعني انا ما لي دخل فيه. قال لا يا عبد الرحمن يا اخي، اذا انك قد لعبت معه وخويك وكله معزه في قلبك كان المفروض تشرف انت على موضوع انه يدخل معك بالفريق. قلت انا ايش ذنبي؟ انا ما لي دخل، وذول كلهم تعرفون اللي وجيههم كذا اللي ما يدري ايش يسوون. قلت انا ما لي دخل. قال لا انت شكلك ما تبغى يدخل الفريق، انت بتقطع رزقه. اعوذ بالله من هذا الموضوع. انت بتقطع رزقه. طيب انت حقود، يقول حقود، انت حقود، انت اللي ما تبي، انت ما تبيه شكلك صار بينكم مشكله وما تبغى يدخل بواب. قلت له يا حبيبي اقسم بالله ان الباب حق بواب مفتوح، حياه الله متى ما يبغى يجي، بس هذا شيء فوقي انا، انا ماني باداري، انا صانع محتوى، كلمتي ما تمشي لما اجي اقول دخلوا هذا وطلعوا هذا، انا مالي دخل، انا انسان جاي في بواب اشتغل، مو بجاي انا احدد مين يدخل ومين ما يدخل. المهم انه ياخذ ويعطي، ياخذ ويعطي، انت كنت كذا وكذا، قلت انا مالي دخل. المهم انه شافني واحد من المنظمين مره معصب انا وسحب، الا وانا داخل انه موقف وجهي. قلت له كنت مره معصب، مره معصب، والحين منقهر مرضى لان الناس اللي كانوا حولي ما ادري ايش خذوا فكره عني او خذوا فكره. لو صدقوا كلامي اني انا الكلب، انا الحقودي اللي ما ابغى ادخل بو، انا مالي دخل، انا مالي اي صلاحيه، مصيبه، مالي اي علاقه، اقطعوهم القهر. والله اني منقهر منها للحين. انا بجيت مسامحه يعني، اكيد مسامحه، بس انا منقهر ولا مره طيبه. ايش اسلم انا بجي انا اكثر واحد عانيت. ليش؟ ليش؟ ابو ريح هذا كان اللي يضغطني الجمهور. طبعا انا اقسم بالله اني مره فرحت بالشهرين هذه اني قابلت جمهوري والله وسوالف معهم، لكن خطين هذه تحتها لكن اللي يجي يحاول يشيل كابي. ليش؟ ليش بتشيل كابي؟ طبعا ما طلعت من الجمهور بتشيل انت. طبعا جي 8 كل الموجودين يصورون فيديو، هذا 24 ساعه فيديو، اي زله خلاص طالع فيديو انت. ففي ناس كثير لدرجة في واحد، انا واحمد، انا احمد هنا وانا هنا وراي الجمهور، جاء واحد مسك كابي ما ادري شلون جت رد فيه، مسك كذا تخيب شكابي بغى يشيله؟ استهبل حقت بغيت اموت. هذا شيء. شيء ثاني طبعا اكرههم الفئه هذه، اكرههم مره. شيء ثاني انا يجوني ناس يصورون معي فيديو يشطح يا بوج طويل يا شايب كذا، يقول بصور معك اذا قلت له اوكي بسم الله اضحك يصور فيديو ابو بارد الوجه يقول لي الكلمات هذه اللي انا اقول للناس يا ابو ريحه يا بارد فيقولها. انا ما اسكت، اي واحد يقول لي كذا لازم ارد عليه اعطيه نظره لوجهه واعطيه على طول كذا غصب عني ولا اراديه ما اقدر. جاني واحد صغير كذا ودبدوب صور معي قال شوفوا انا مع ابو ريحه الشايب. قلت يا ضرند يا ابو ريحه تفوت رحت شوفني انا اسف والله اني احبك واحب راسك. كلمني بسناب قال السلام عليكم رايد، انا جالس ابكي ليش تقول لي الكلام هذا صوت قلبي انبني ضميري الحين شلون اقول لاني انا غصب عني اي واحد يذب علي لازم ارد عليه هو ما يدري وانا غصب الله لا يرضيه. طبعا اغلبهم كبار عادي بس هذا من شو قلت يضربني يقول ريحتي تقول يلا احسنا من قهر يا عمي انا دبل عمرك تقول لي القرار اي والله قهر قهر بس انه رايد انا قد قلت لك نقطع الموضوع ذا ذكرت لك قلت لك ترى لازم تتحمل ايوه انت اللي فتحت الباب هذا اي والله ومن بعد من بعد هذا يصورون معي هلا والله يا مش الله يعطيك قلبي قلبي والله ما ابي اكسر قلبه
فلذلك اي واحد يقول زي كذا يا ويرمي. احمد وشو؟ الجمهور الجمهور يا ابو شايع. انا قد تكلمت عنها اخي. انا قلت انه بس والله بس ما في مؤثرات صوتيه. هذا مهول الحين؟ هذا مهول هذا المهول. بعمر 25. المهم انت الحين قاعد تشرب شاي وقهوه معك علك. هذه دونات يا عمار. دونات. تكلمت انا عنها. اول شيء بخصوص جيت بعدين بروح جيت ثاني. في جيت احنا على ثلاث فترات وست ساعات دوامنا والساعه 12 وغير عن 9 غير عن 6. فيجون جمهور يحسبون انهم بيشوفون نفس الشخصيه اللي باليوتيوب بالضبط انه يضحك ويلا مو حاطين حسبان انه الشخص هذا له 6 ساعات واقف متبسم يحاول يصور ويرضي الجميع. فممكن ياخذ انطباع اولي هذا اذا زعل هذا زعلان والله طالع نفسيه هذا ايش كذا والله هذا كذا هذا ايش كذا. فهو ما يحسب حساب ايش اللي يصير. فهذا بخصوص جيت تكلمت عن الموضوع بشكل تفصيلي اكثر ووضحت النقاط بشكل عام. انا احب الخصوصيه مره. يعني لو تخيرت بالشهره بقول والله اني ما ابغى واني يعني مو احسد اغبط المشهور اللي الناس ما تعرف وجهه. يعني اتمنى له الخير واتمنى اللي عندي نفسه زي باري مثلا. ما شاء الله باري عنده قناة فيها ملايين واحد يعرف وجهه يطلع ويروح ويجي واموره تمام. انا هذا الشيء احيانا يصير عكسي ضدي. مثلا اليوم انا ودي اطلع كذا مثلا مع اهلي وبروح اتعشى معاهم. احيانا مثلا يجوا ناس يبون يصورون معاك يبغونك تسلم على احد تسولف مع احد. ما اقدر انا في وقت الان عندي خصوصيه ما اعطي وقتي لناس ثانيين. فما اقدر اني اروح وابعد لهم. هم نفس الحكايه يبغون احمد يكون معاهم ما يبغون المشهور. صح ما يبغون اللي الناس تلحقه. فالشيء هذا شوي تعبني. هو شيء حلو ترى ان الناس تجيك وتسولف بالعكس حلو بس في اوقاته بعض الاوقات يكون صعب. مثال اني طالع بسيارتي هي تصير لي احيانا طالع بسيارتي بقضي لي مشاوير القى ناس وراي تكبس وتسلم وتجي قدامي وتسوي حركات لا 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 هدي 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 غلط. في اشياء غلط. فهذه الاشياء اللي تصير سلبيه احيانا نتيجه يعني الجمهور. ايجابيات طبعا كثير الكلام الطيب والدعاء يا ناس الدعاء محلاجك. واحد يدعي لك يصحى النوم تقرا رساله واحد يدعي لك دعوه حلوه ولا واحد يجيك يقول لك كلام تعب كله يروح كذا بسبب كلامه الكويس. صح فالايجابيات اكثر من السلبيات. الحمد لله الحمد لله. سؤال ايش حسيتوا ان في حياتكم تغيرت بعد ما صاروا في ناس يتابعونكم وصار عندكم متابعين واشتهرتوا؟ محبة الناس هذا شيء حلو مرة. فلوس اي تبي فلوس ما ابي فلوس اي انا الله المستعان بس ادري بحط لكم رقم حسابي يا جماعة. لا بعيد عن كل شيء انا عن نفسي يا عيال ما كنت مستعد اني اسولف في الشهر ذي ترى وين ما كان يعرفني الا اهلي بس عرفت انا واهلي والريال حقين هذولي والريال اخوي بس ما في ولا من امه. فنسبة استعدادي للشهرة ما كانت اصلا واردة في بالي ولا انا مستعد لها. اي بس وش غيرت في شخصيتكم؟ انا اقول لك وش اللي غيرت فيني؟ ما ادري احس يعني انا بالنسبة لي انا الشهرة اعطتني مسؤولية كبيرة مرة. حلو. في ناس مستهينين فيها. ان كل كلمة اقولها او كل حركة اسويها في ناس يقتدون ممكن فيها. صح. سواء صغير او كبير، في ناس يشوفونك انت ما تغلط ابدا فانا بسوي زي ما تسوي. فاني احيانا مثلا ازل او العن او اسب لا تسوي شيء هذا عند اي احد اعرف ان هذا غلط. الجديه وتنظيم الوقت صرت يعني ماخذ حياتي فيها شغل فيها هدف في اولويات في حسيت ان حياتي ترتبت صدق صارت عندي ترتيبات كذا في الحياه. انا بالنسبه لي احسها فادتني من الاعتماد النفسي الحمد لله يا رب. انا انسان يعني حتى بفترتي يوم كنت في امريكا او قبل امريكا ما كنت احب اطلب فلوس من اهلي الصدق. مره ما احب هذا الشيء مره 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 اكثر شيء ممكن كان يسبب لي توتر واكتئاب اني اطلب فلوس. هذا اول شيء الحمد لله قدرت اعتمد على نفسي 100%. الشيء الثاني السمعه الكويسه اللي احاول اوصلها للناس الحمد لله قدر المستطاع اني احاول اني ما اوصلها بطريقه مره سيئه او بطريقه مرات تخالف يعني ثقافتنا او ديانتنا. ديانتنا وش ديانتنا؟ دين الاسلام. وش بعد؟ انا ترى عكسكم تماما انا
تماما تماما. انا ممنوع اني اطلع الكاميرا المفروض. ايه صح ترى ممنوع. انا ممنوع اني اطلع الكاميرا لكن جانا سماح من الحكومه الله يعزهم. وبعدها الحكومه اللي هي ست الوالد. ايه طبعا ابوي امي امي الله يحفظها. ابوك وزاره ابوك ابوك الدفاع وامك وزاره امي كل الوزارات الله يحفظها لك يا رب. فيسمونه اول ما كنت اطلع ما كنت اطلع ابدا حتى الرقصه ذيك ما كنت اطلع ما كنت اطلع انا اول ما كنت اطلع وكنت اسال احمد والله اني ما انساها في معرض انسوميا اول معرض جينا فيه جيت سالته كان احمد ذاك الوقت هو اللي مشهور يعني هو اللي مره هو المشهور بيننا ظاهر هو الوحيد المشهور بيننا كان فكان ذاك الوقت يجون الناس يصورون مع احمد فقط مع احمد جيت سالته احمد وش شعورك والناس يجون يصورون معك انت ابي اعرف وش الشيء اللي تغير معك يا احمد هل لاحظت الفرق قال شوف شعور حلو لكن في مشكله ابغى اروح المعرض اتفرج ماني قادر ماني قادر ابغى اروح هناك يا اخي خاطري بس ماني قادر فالحين انا بالنسبه لي الحين ما اشوف ان الشهره غيرت في حياتي بشكل عام يعني اذا جيت اطلع ولا ذا انا شخص اصلا دائما ما اطلع الا نادر مره ما اشوف انها غيرت في حياتي كثير يا قريب لك انا تدرون لولا الله ثم ما عرفتوني الحين كذا والله شلون بديت والله المفروض ما تلفوني يا جماعه الخير شلون بديت انا يا حجر كنت بالصراحه بيت الصراحه اكبر همي يوه 100 تجيني مشروع بلوت بس هذا اكبر همي بلوت بيت بس جتك حديت بالبيت ما اقدر اطلع يا ولد شو اسوي يا مالك قالوا بي سي يلا مودي يا مو يلا خذ بي سي يلا بس العب لعبه بزران يلا معلم جرب وابدا بتويتش مش تموري قالوا يوتيوب لا 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 ما اقدر قالوا يلا يوتيوب الحمد لله والحين اريتو الحين اريتو تكفون يا جماعه وين تشترون من الميكس اي من الجيس يا جماعه الحين ما بقى الا 200,000 على المليون أيوة الاشتراك قاعد تسمع السوالف انت مشترك والله اي والله العظيم بالله شيك يا جماعه الخير شيكوا اي واحد الان قاعد يشوفنا شيك انا مثلكم ترى اتابع مقاطع بس اني انسى اشترك فاذا يعني شوف اتذكر كذا بنص المقطع انه انا ما اشتركت هذا لازم اشترك فعزيزي المشاهد انت شوف شيء كنت مشترك او مشترك شكرا لكم يعطيكم العافيه شكرا على السوالف الجميله صلوا على النبي اذا عجبتكم سلسله مجلس رائد تبون حلقه ثانيه دقيقه والختام يا جماعه دعاء كفاره المجلس سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع السلامه.